محمد صلاح الحقيقة، محمد صلاح الحقيقة عامل حالة يعني رائعة جدا على مستوى الصحافة الإنجليزية، على مستوى ليفربول ومشجعي ليفربول، على كمان مستوى لاعبين ليفربول. خلاص مستر اسيست محمد صلاح، يعني عايز أقول لحضراتكم محمد صلاح بيواصل مسيرته الرائعة والمتميزة في الدوري الإنجليزي بعد ما قاد فرقته ليفربول للفوز على ولفهامبتون بثلاثية مقابل هدف الاسبوع ده. والحقيقه محمد صلاح قدم مباراه كبيره جدا، اثبت ان دوره مش بس ان هو مجرد التسجيل، لكن دوره كمان دلوقتي ادوار مختلفه، دور صانع الالعاب والاسيست الرائع. وكان طبعا العوده الكامباك بعد الخساره في الشوط الاول او تقدم ولفهامبتون 1-0، محمد صلاح بيصنع الهدف الاول لجاكو طبعا راس الحربه الهولندي، كمان صنع هدف جميل يعني بشكل اكتر من رائع. وكل الحقيقه بيشيد بالاسيست الرائع لمحمد صلاح طبعا للاعبه روبرتسون طبعا اللاعب الاسكتلندي. ومحمد صلاح ردود افعال كبيره جدا على مستوى فرقته نفسه، على مستوى النجوم اللي بيلعبوا، وبيكسر ارقام قياسيه زي ما حضراتكم شايفين. محمد صلاح دلوقتي اللي هو اكثر اللاعبين طبعا في الاسيست او صناعه الاهداف كان رياض محرز، طبعا زي ما حضراتكم شايفين رياض محرز ب 61، دلوقتي محمد صلاح اصبح برقم 63 وهو على قمه هذه القائمه. رياض على مستوى طبعا اللاعبين الافارقه كان رياض محرز هو الاول، صلاح تخطى هذا الرقم ب 63 اسيست، رياض محرز ب 61، دروجبا طبعا ب 55، وساديو ماني ب 38، واديبيور طبعا ايمانويل اديبيور طبعا ب 36. محمد صلاح بيحقق ارقام كبيره جدا على مستوى الاسيست وعلى مستوى اهميته. ويمكن يورجن كلوب طلع وقال واشاد كتير جدا بمحمد صلاح، خاصه بعد المباراه اللي فاتت، وقال محمد صلاح دايما لما بنحتاجه بنلاقيه. وده يعني كلمه ليها معاني كثيره جدا الحقيقه، ان محمد صلاح بقى هو مش هقول لك النجم الاوحد في ليفربول لانه كده، لكن من اكثر النجوم الموجوده على الساحه في البريمير ليج ويمكن على مستوى العالم. يورجن كلوب بيتكلم على محمد صلاح وقد ايه هو رائع في المسانده بالنسبه لصناعه الاهداف، لكن الجمله اللي بقول لحضراتكم دايما بلاقي محمد صلاح لما بنحتاجه، دي نقطة مهمة جدا نتكلم عليها يورجن كلوب. والحقيقة في احتفالية كبيرة أو يعني سعادة كبيرة ما بين يعني جماهير ليفربول بالأداء اللي بيقدمه محمد صلاح. زي ما بقول لحضراتكم أصبح تاني أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مساهم بالأهداف في الدوري الإنجليزي بعد كمان ستيفن جيرارد المهاجم الرائع لليفربول السابق. محمد صلاح أسطورة مصرية الحقيقة في الدوري الإنجليزي، بيواصل نجاحاته بشكل كبير جدا، نتمنى له إن شاء الله بإذن الله تواصل في هذه النجاحات بشكل كبير جدا مع فريق ليفربول الحقيقة، اللي ظهر مختلف بشكل كبير عن الموسم الماضي. وهتكلم مع طبعا منير غنام على نقطة ليفربول بدايته ومقارنة كده ببدايات ليفربول الموسم ده عن الموسم اللي فات. لكن زي ما بقول لحضراتكم موسم يعني مشتعل في البريمير ليج، وكمان لنجمنا الكبير محمد صلاح خاصة زي ما بقول لحضراتكم بعد الدوشة الكبيرة واحتياجاته او انتقاله الى السوق السعودي.